تحية، أهلا وسهلا بالجميع. أهلا وسهلا فيكم في سهرة لمة الجديدة. هذه سهرة تتجدد معكم تقريبا شهريا، وكل مرة نحاول أن يكون معنا ضيف مميز ومختلف وذو إنجاز وأداء على الساحة الفلسطينية أو ما يقدم لفلسطين. هذه المرة ضيفنا منفرد ومتفرد لوحده في هذه السهرة. اجتمعنا معه على الفن، وبخاصة الغناء والتراث الفولكلور الفلسطيني، ذات المدرسة الكلاسيكية والعزف المنفرد، الصولو كما يقال. تحياتي للفنانة سناء موسى، كيف حالك؟ أهلا أهلا نورس، كيفك؟ شو أخبارك؟ كيف الأمور الحمد معك؟ لله. في زمن الحمد لله. بنحاول نكون مناح حتى بهاي الظروف، الحمد لله. يلا الحمد لله الحمد لله. طبعا يعني هيك اللي ما بيعرف، السيدة سناء فنانة وطبيبة طبعا، فأنت أكيد على دراية في الوضع العام أصلا ما يخص كورونا، صحيح؟ دكتورة باحثة في علم الدماغ أدق. ما شاء الله، دكتورة باحثة في علم الدماغ. كيف تسلل الفن إلى حياتك إذن؟ الصراحة الفن ما تسلل، لأنه كان كل الوقت موجود، وهيك في زي توازن معين بين الطرفين، بين الفن وبين العلم. ومن تجربة في عدة ظروف اللي عملت فيها فقط فن بدون علم، كان هالقد يعني صعب، والعكس صحيح كمان. فاكتشفت إنه لازم هذول التوازنين، الموسيقى الفن مع العلم. يبدو انه يعني الثقه للعلم، او بنحكي خفه الفن، او اللي هي مساحه اللي بيعطيها الفن، بخلينا نهرب على نافذه من ثقه للعلم ومن تداعيات مسؤوليات الحياه وغيرها، صحيح؟ صح. وكمان هي عمليا هي معادله بتحقق توازن. العلم بيغذي منطقنا، والموسيقى بتغذي عاطفتنا بشكل اساسي. فهذول المنطق والعاطفه لازم يكون في توازن بيناتهم، والا بصير في جفاف على اي حال من الحالات. اذا بس يعني الواحد ركز بس في الجانب المنطقي او العقل والابحاث، او اذا ركز بس في الجانب بجانب الفني، فهذا التوازن مطلوب. وافكر نورس انت كمان جاي من نفس ال نعم انا نعم نعم كمان نعم علمية في هندسة الحاسوب والكمبيوتر لاحقا، وبعدين درست السينما ككل. لكن احيانا الفن ايضا يزيد من تاملنا في الجانب العلمي، يعني يكشف لنا جوانب اخرى جديدة نضيفها، يعني زي ما نحكي adding a new layer، يعني بحط هيك معنى جديد للأشياء اللي هي الجامدة أو فقط تعتمد على المنطق والعلم والتحليل، صحيح؟ صحيح. والعكس كمان، يعني أنا بحس إنه العلم كمان ساعدني إني أعمل أبحاث في التراث بشكل ممنهج وبشكل علمي. التأثير هو بالطريقين، بالاتجاهين عمليا. فعلا إنه الفن بيضفي بعد آخر على كيف أنت بتطلع على الأشياء حتى العلمية، والعكس صحيح. أيضا حسيت إنه العلم والدراسة البحث المنهجي الممنهج الدقيق قدر الإمكان طبعا كان جزء من مشروع إشراق اللي وثق أغاني من فلسطين، من الجليل، من المثلث، من الضفة الغربية، ووثق هاي الأغاني بناء على محاور. كنت ببحث عن محاور معينة، كان في نوع من المنهجية في البحث. كنت عم بحاول أشوف شو هي الأغاني اللي ما سمعنا عنها كثير أو ما شفناها كثير بالمشهد الفني الفلسطيني. أغاني الأعراس مثلا كانت موجودة ومألوفة لنا، في محاور أخرى اللي غايبة كليا عن المشهد الفني الفلسطيني، وأنا كنت سعيدة إنه نبشت هاي المحاور وقدمتها للجمهور، والجمهور حبها جدا وتفاعل معها. وعمليا القصص اللي أنا جبتها مش قصص جديدة علينا، لأنه كل واحد هاي قصة كل شخص فينا. فكثير سمعت إنه هاي ستي كانت تحكي لي عن هذا الموضوع، ستي كانت تخرفني عن هالقصة عن هالفترة، ف
حسيت إنه العلم فادني بهاي المرحلة البحث والنبش عن التراث والأرشفة تبعته. فيما بعد تحولنا أخذنا الأغاني هاي رحنا ما عدنا قولبتها برضو بطريقة مدروسة مع الأستاذ بشار الخل ومع محمد موسى أصدقاء، وأستاذ بشار الخل يعني الموسيقار بشار الخل الرائع اللي كثير استثمروا في هذا المشروع. ممتاز. طيب يعني أنت حكيت إنه الغناء أيضا هنا استخدم كوسيلة من وسائل التوثيق للتراث الفلسطيني وطرق الزوايا التي كانت مختفية وغير أيضا غير مسلط عليها الضوء. عيونها من أين جاءت عيونها؟ وبدنا نسمع جزء من عيونها كونه إحنا الآن في مساحة فنية يعني. نسمعها ونحكي عنها. يلا. وعيونها تطري وتقولي فنجان فنجاني تنمطي هوا انتري. وعيونها تطري وتقولي فنجان فنجاني يا عيونك سوديب. يعني هون تشبيه بالعيون، تشبيه بالفنجان، بعدين انتقلنا للتشبيه بالمرجان، بعدين الكفوف بالطير والغيمة والنوارس. فهذه التشبيهات التي استخدمت في هذه الأغنية كيف تشيرين لها؟ أول إشي الأغنية هاي مش الكلمات الأصلية تبعتها طبعاً. أول من قدم هاي الأغنية هي فرقة الفنون الشعبية، فرقة الفنون الشعبية عملياً من رام الله، قدموها وغنيتها معهم في اسطوانة ظريف، وسمعنا التسجيلات الأصلية الرائعة. بس الكلمات كلمات الأستاذ وسيم الكردي، لأنه مرات الغزل هذا، مرات الأغاني التراثية بيكون في إلها سياق معين، مثلاً نسوة لحالهم بيغنوها، فبيكون هناك عملياً الصراحة أو الراحة بالتعبير عن المشاعر كبيرة. ف يعني لما أنت بتخرج الأغنية التراثية من هذا الحيز اللي هو الخاص اللي المتفرد، وعملياً تعرضها للناس على المسرح، عملياً لازم تراعي هاي الخصوصية. وبالتالي مرات بعض الكلمات لازم يتم، بديش أقول تعديلها بس تغييرها، لتلائم المساحة الجديدة اللي عم تنعرض فيها. هذا بالعادة، هذا بالعادة كل فنانين يقعوا بفخ التعديل هذا. هو مش فخ في الأخير، هي عبارة عن إعادة
حتى بالأفلام وبالآت يعني إعادة صياغة القصة والكلمات بطريقة يستقبلها الجمهور دون حرج يعني، وحتى توسع المساحات المتلقين، لأنه أحيانا في أشياء في التراث صعبة كمان لا يعني لا خاصة جدا وصريحة، وبقول لك لأنها بتكون مثلا في لقاء مغلق، فالواحد بيكون مرتاح يعني يستخدم ألفاظ مختلفة، بس لما أنت بتكون عم تعرض هاي الأغنية على المسرح وجمهورك هو أطفال قدمنا الناس وكبار ونساء ورجال، فبالتالي لا لازم تكون ملائمة للجو. فالكلمات رائعة، وعيونها يا طيري وتقولي، فنجان فنجان يتم بالقهوة ممتلئ، لا جميلة جدا. طيب السؤال اللي هنا، الأغنية اللي بتنطلق فيها هاي الأغاني غير تجارية، هذه الأغاني تعبر عن ثقافة، عن بيئة، عن زوايا يجب اكتشافها، هي ليست تجارية، وإنما حتى بالعكس تحمل علم، يعني نوع من العلم، ها تحمل نوع من الإخبار، من الإعلام، من التثقيف. ونحن عمليا نعرف أن التجاري لا ي... أن غير البديل لا يصمد أمام التجاري. انا تجربتي مع أنا أحكي تجربتي الفنيه مختلفه كليا، لانه كميه المحبه اللي لقيتها وكميه الرواج اللي اخذتها الاسطوانه في الشرق تحديدا، الاسطوانه الاولى اللي اصدرتها عكس كل توقعاتي بصراحه. وانا عن جد ما عملتش اي جهد لدعاية أو إلى آخره، فبتلاقي إنه أغلب الفيديوهات عملياً اللي ناشرينها هم أصدقاء وناس مؤمنين بهاي الطريق. بالعكس تجربتي بالعكس، يعني عملت كل شيء حتى ما ينتشر ألبوم إشراق طبعاً بطريق الخطأ، لأنه ما اهتميت لا بدعاية ولا بترويج أبدا. الناس هي اللي حملت هذا الاستثمار، حملت هاي المشروع، لأنه نورس هاي قصصهم، والأغاني زي ما حكينا قبل عمليا بتوثق المراحل المختلفة من حياة الشعوب. بحالتنا تاريخ الشعب الفلسطيني، فبتلاقي كل قالب من الغناء بقدر هيك يرسم لك جزء من فلسطين التاريخية. بتلاقي انه فتره المقاومه ضد الاستعمار البريطاني بارض فلسطين عمل طلع قوالب غنائيه معينه، مثلا طلت الباروده اللي قدمتها ايضا باسطوانه اشراق، ودمجتها باغنيه ثانيه اللي هي مع السلامه وين رايح، اللي هي اساسا من البكائيات او الشلعيات لانها بتشلع القلب. فهذا الدمج بالضبط، هذا الدمج، هاي الاغنيه مثلت، إذا بتغمض عينيك وبتسمعها بتشوف المشهد الجنائزي، بتشوف هذا الفراق، هذه المقاومة، الزوجة فقدت زوجها، الخيل الأصيل رجعت بس بدون الثائر والمناضل. بتلاقي أغاني السفر برلك اللي هي بتلخص فترة التجنيد الإجباري وقت الحكم العثماني في أرض فلسطين وبلاد الشام. كثير عائلات مش بس بفلسطين، في لبنان، في سوريا، وفي مناطق أخرى في عالمنا، عمليا فقدوا أبنائهم إلى الأبد. وعائلتي واحدة من العائلات اللي خدمة التجنيد الإجباري وما تبع ذلك مشاعر الحنين والبعد جزء منهم ما والشوق، رجعوا وأيضا على هم عائلاتهم، الموت. ما رجعوا أبدا. في جزء من هؤلاء المقاتلين ما رجعوا على بيوتهم، وبالتالي هذا عمل ندبة وعمل أثر، والناس عبرت عن هالأثر بالأغاني. كيف الأغنية الفلسطينية عن سناء موسى تحدثت في السفر ببرلك؟ خلينا نشوف ونرجع نحكي أكثر إذا في عنا تفاصيل هذا الاتجاه. تا لا 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 ل
ما صبر صبري ما صبر صبري لا يوسف ولا نوح ولا أيوب لم منه ابتلى يعني هذه المقطوعة التي على لسان الذاهب إلى ستيفن بيرلك والتي ترد عليه أيضا الأم كأنها يعني زي في حوار صحيح بينهم صح 100% تتخيل المشهد بالضبط بتقدر تتخيل شو الأم عم تحكي وشو الابن عم بيطلب من أمه هالقد يغني بالمشاهد اللي عن جد للحظة لما تغمض تحس حالك شايف المنظر قدامك طالعين عن طريق البحر رايحين وتقريبا متأكدين انه مش راجعين والام طبعا يعني بتعبر عن مشاعرها بهذا الخصوص وزي ما قلت لك نورس الحلو انه تشوف قديش هذا الاشي مشترك بين كثير شعوب حتى يعني اذا بدنا نبعد حتى عن العالم العربي وموجود باكثر من مكان في العالم العربي بس اذا بدك تبعد بتلاقي انه حتى في البرتغال وقتها كانوا بيودعوا رجال عن طريق البحر بس لأسباب تانية كانوا بدوروا على فرص عمل كانوا يطلعوا بالزوارق فكثير أغاني عن الزوارق السود اللي بتحكي ممكن إسقاط الحالي حالياً على الوقت الحالي الناس اللي مثلاً بتطلع على 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 مثلاً على سفرها وعلى غربتها وحتى في حالة الفلسطينيين ناس تطلع على البحر تصيد يمكن ما ترجع كل الناس اللي بتروح على على ممكن إحنا كل هذه الإسقاطات واللاجئين السوريين اللي كثير فقدنا منهم كثير وأهلنا بغزة اللي كثير كان في محاولات غرق في البحر فمؤلم أكيد هاي المرحلة لازم يعني ينبثق عنها قوالب غنائية جديدة بتعبر عن هذا الإشي وأنا هون بختلف معك نورس بالفكرة اللي قلت إنه يمكن الفن البديل لا يمكن يصمد أمام التجاري أنا برأيي لا الأغاني اللي عم تعيش والأغاني اللي عم تستمر هي مش الأغاني التجارية يمكن بيكون لها رواج موضعي إلى شهر شهرين بتجيب ملايين المشاهدات بعدين تعسأل الناس شو الألحان اللي بتبقى الألحان اللي بتبقى هي الألحان الذكية اللي بتلمسنا المواضيع اللي بتضل هي المواضيع اللي بتلامس هواجسنا بتلامس أفكارنا مشاعرنا حياتنا جروحنا آلامنا فرحنا هي اللي بتبقى معنا فأنا برأيي بالعكس على المدى الطويل إذا بتطلع منيح هذا اللي بيبقى نعم لكن ربما الحديث عن صاحب الفن الذي لا يستمر لأنه مش مدعوم تجاريا مثل أنا طريق شاقة ولا في العمل حقيقية يعني طبعا هلأ طريق شاقة أكيد ومش سهلة وهاي هنا بتبطل عمليا يعني قديش صعب اللي بدي احكيه بس عمليها بتصير رساله بتصير انت عم تعمل هذا الفن مش عشان وفي كثير فنانين دفعوا ثمن مواقف مفهوم ثانيه ومواقفهم المبدئيه وهي الحياه كلها امتحانات بالاخر انت لازم تختار طريق والطريق هذا له ثمن ف يعني بالاخر كمان شو انت بتشكل بالنسبه للناس يعني شو بيشكل الفنان صاحب الرسالة؟ شو بيشكل للناس؟ شو بيعني؟ أنا بوصلني آلاف الرسائل اللي كل مرة بحس إنه أنا شوي بتعطيني دفعة للأمام كل مرة بحس إن شوي تعبت تعطيني دفعة إلى الأمام وبتخليني أحس قديش الشيء اللي منقدمه شيء جداً مهم وبيعني بحياة الناس إحنا عملياً عايشين مع الناس لسه مبارح كنت بقرأ بواحدة من الرسائل بتقول لي ببساطة السيدة إنه أنت عايشي معي بكتير فصول من حياتي هذا الـ يعني مرات بقول بس شكراً لله وشكراً لهاي الحياة اللي أعطتني الفرصة أكون شيء إيجابي بحياة بديش أقول كثير ناس بديش أقول كل الناس أكيد لا بس حياة كثير ناس والموسيقى بالذات التي لا تعرف الحواجز وتطرق كل البيوت والقلوب وحتى أحيانا تفاجئنا بأنها تصل أكثر مما كنا نظن ونفكر يعني أنت في مشدوها أمام قدرتها على تجاوز كل هاي وترك الأثر طيب أنت حكيت عن موقف الفنانين اللي دفعت منهم هون نستذكر الراحلة
ريم البنا الفنانة الله يرحمها الله يرحمها بصراحة. كانت شغالة على القطع الثقافي في موضوع الموسيقى والفن، طبعا وكانت طبعا ترفض حفلات مشوية قد تؤدي بالشبهة لقضيتها الأم اللي هي قضية فلسطينية. شو يعني هذا النوع من حمل الرسالة؟ بتعرف احنا نحمل رسالة مضاعفة بصير هلا دبل، يعني انت اول شيء بتقدم شعبك، بعدين بدك وقضيتك، بعدين ما بدك توقع بالفخ الآخر عرض المنتج في مكان خاطئ يعني كمان. شو ممكن تحكي لنا؟ أول شيء الفنانة الراحلة الله يرحمها، أنا بالنسبة لي هي يعني بديش أبالغ، بس هي من أهم الأصوات، هي إذا بديش أقول أسطورة، بس هي من أهم الأصوات اللي أنجبتها فلسطين، ومش لا مش فقط عشان الصوت والخامة الموسيقية، لا عم بحكي كحالة. ريم البنا كحالة أول من غنى التراث الفلسطيني قدمته بأسلوب بيشبهها هي فقط، ما حاولتش يعني تكون تشبه أي حدا آخر، أساساً هي من الرائدات يعني ما كانش كتير في آخر يعني. الإشي الثاني، من أول من حسم موقفه بخصوص المقاطعة الثقافية لأي فعالية إسرائيلية، وواضح هذا يعني سبب لها أكيد كثير من الملاحقات وكثير من التضييقات وكثير من التخنيقات، بس ما كانتش تقدر ريم تكون غير هيك. يعني أغانيها أغاني جداتنا، أغاني أجدادنا، قضيتها اللي حاملتها ما يعني ما بتتوافق مع مواقف أقل حدة من المواقف اللي أخذتها الراحلة ريم بنا. فصراحة يعني نموذج للأسف إنه غادر الحياة كتير مبكر، بكير جدا، كان لسه بنقدر نعيش مع ريم كمان 40 سنة لقدام، 50 سنة لقدام، اللي كانت فيها حتترك أثر كثير كبير على شبابنا وصبايانا وعلى الحركة الغنائية الحركة الفنية أساساً والمشهد الفني في فلسطين، إذا مش بالعالم بديش أبالغ، لأنها وصلت بكل يعني وصلت لكثير أماكن ومنابر في العالم وليس فقط في فلسطين، في العالم العربي والعالم ككل. يعني في النهاية كل إنسان له رسالته التي وجب عليه أن يقدمها، ويبدو أن هي حتى لو علقت الجرس وبدأت الطريق يعني كان هذا كافي من ريم البنا التي أصبحت ظاهرة أصلاً في بهذا صح. الاتجاه 100%. وهذا بحيث على موضوع كمان اللي هو التطبيع، والآن في ظل هذا المحيط المتلاطم من التطبيع، والفن طبعا جزء اصيل. اليوم في عندنا احنا حمله مستعرضه ضد محمد عساف، صح، لانه يلاحق ومنع من سحب جواز سفر حتى الدبلوماسي، ومنع من الدخول اراضي فلسطينيه لانه كان بيقدر يدخل ومنع بسبب كم اغنيه لها علاقه فيه. طبعا هو ابن فلسطين والمقام جزء اصيل من مش بس مش الاغاني قد ما هي الموقف السياسي اللي اتخذه محمد. وعلى كل هون في مؤازرة كبيرة من كل بيت فلسطيني لمحمد وللناس اللي بياخذوا موقف شريف ومشرف بهذا الشكل. الفنانة جولييت عواد أكيد شفناها بطلة التغريب الفلسطينية، شفناها من كم يوم كمان على مواقع التواصل الاجتماعي برسالة رائعة. هذا جدا مهم. اللي بدأ أحكي هو شغلتين، أول إشي تعالوا نفصل بين الشعوب وبين الحكم وبين الحكومات التي تسيطر على حياة الشعوب. الخيانة عمليا التطبيع ما في له اسم آخر غير خيانة، والتخلي عن المظلوم والتخلي عن الحق. وأنا بقول إنه فلسطين وقضية فلسطين هي قضية الشرفاء، وهي محك وهي يعني قرار فيها أو الموقف فيها هو موقف مفصلي ومبدئي. من يؤازر القضية الفلسطينية
ويناصر المظلوم ويناصر من تم الاعتداء عليه وتهجيره من بيوته، ملايين اللاجئين في العالم وتدمير قراه وقتل أطفاله، اللي بده يآزر هذا الظلم معناته حسم أمره بالآخر، اللي بقول لا لهذا الظلم معناته حيوقف موقف صحيح مع كل قضية مبدئية في العالم. فهي قضية مفصلية عمليا. التطبيع ما له اسم آخر، لما تآزر الظالم أنت عمليا عم تشجعه أيضا، مش بس أنك سلبت المظلوم حقه وضيعته، إنما أيضا شجعت الظالم في تماديه. وأنا ما عم أقول نشكل كراهية، في فرق، ما عم بحكي عن تشكيل كراهية ضد اليهود، أنا بحكي ضد الصهيونية، ضد إسرائيل ككيان غاصب، كمحتل في أرض فلسطين. الظلم لا يعرف الغرابة ولا يعرف الظلم، يعني وبغض النظر من يقوم به الظلم ظلم، يعني عندما تطبع. ولكن هنا أريد أن أشير أيضا أن قضية فلسطين هي قضية ميزان وعدل إنساني، يعني عندما يختل توازن عدل العالم يختل، لأنه أيضا في فلسطين هناك الناس، يعني انظر إلى المجتمع الدولي، قضية تعاطي الحكومات، كل هذه الأمور تجد ميزان الاختلال في دعم الاحتلال في قضية عادلة للشعب الفلسطيني. بس الشعوب، وهون لازم نحكي نورس، إنه الشعوب يعني قديش مثلا سمعنا عن يعني تحضير البحرين، لا هنالك البحرينيين خرجوا بالمئات والآلاف ليقولوا قولة حق. خلينا نفصل بين الشعوب اللي أنا برأيي أغلبها شعوب مناصرة للحق والقضية الفلسطينية، اللي هي على فكرة مش قضية فلسطين فقط، بل قضية كل العرب وقضية كل مظلوم في العالم. وبعرفش إذا شفت البحث اللي مؤخراً اللي من شي يومين بس، اللي بيحكي إنه أغلب الحملات المناصرة للتطبيع مع إسرائيل هي حملات مدرسة وممنهجة وبتمولها عملياً هاي الحكومات. يعني هذا مش تعاطف حقيقي وأصلي أصلاً، حتى على مستوى الدول التي تقف بسبب مع الكيان طول الوقت مع الاحتلال، شعوبها تخالف وجهة النظر، يعني لكن هذه هي عبارة محكومة. يعني احنا نقول لك انت لك مطلق الحرية، مثلا في بلد الحرية مثل امريكا انت تتحدث عن كل شيء الا عن شيء واحد، فيعني اللي هو العلاقة مثلا مع الاحتلال والكيان، وبالتالي معروف كيف يتم إدارة المشهد من خلف الكواليس عن طريق الحكومات. لكن هلا بهاي الحالة، بحالة امريكا وبعض الدول الاوروبية، انا برأيي وبعض الدول الاوروبية، لا الحكومات هذا تمثل رأي الناس في الشارع، لا كمان في بعض ناس من الشارع بيأمنوا بمناصرة اللوبي الصهيوني ومناصرة إسرائيل، بس هذا لا ينطبق على العالم العربي بالمطلق. أنا العالم العربي عالم مساحة مختلفة، لكن أقول أن حتى في الأماكن التي نتعود عليها كأوروبا وأمريكا يوجد أيضا أصوات ضد الاحتلال. وتقول أن الإنسان أن يقدم عن طريق فنه ويقاوم التطبيع أو يقدم لفلسطين، والفن أحد السبل. يعني هناك تعرف نحن في فلسطين كبلد قدم شهداء وجرحى، والآن هناك صنوف جديدة من الصراخ في وجه هذا المحتل، كما يحدث مع الأسير ماهر الأخرس في إضرابه عن الطعام طبعاً. والذي تجاوز أيام طويلة 81 يوم، وهو الآن يعني في مرحلة صعبة جدا، يذكرنا جدا حتى محرجة. نعم نعم أستاذ نورس، عمليا بس عشان نحط الأشياء بنصابها وقدر الحقيقي، أكيد الفن مقاوم، أكيد ما بنشكك فيها. الفن هوية، إعادة تشكيل للوعي الجماعي، إعادة تذكيرنا بأنفسنا بذاكرتنا الجمعية. ولكن خلينا نحط الأشياء بقدرها الصحيح، هي لا ترتقي لا، يعني أكيد هي مقاومة وأكيد فيها نوع من أنواع التضحية والتضييق والتخنيق وإلى آخره، ولكنها لا ترقى أبداً. وأنا عشان هيك بس يعني مرات أقول إنها تضحية، لأنها لا ترقى لحجم التضحيات اللي عم بيقوموا فيها أسرانا في سجون الاحتلال، واللي عم بيقوموا فيها أهلنا في صمودهم في مخيمات اللجوء بالظروف الصعبة جدا جدا، وأهلنا في الداخل الفلسطيني اللي عم بيعانوا، أهلنا بالضفة اللي أيضا عم بيعانوا كل يوم معاناة، كل ما تشرق الصبح الشمس وتغيب معاناة، كل يعني بكل تفاصيل الحياة وبأبسطها. يعني فعمليا أسرانا، وهي كلمة بوجهها بتمنى إنه يكونوا شايفيني وسامعيني،
أسرانا اللي أنا أنحني أمامهم إجلالاً وإكباراً على تضحيتهم اللي قدموا فيها عمرهم. أهم إشي الوقت، حياتك، فيش يعني بيوازي حجم التضحيات اللي قدموها، وإحنا بنستمد الطاقة ونستمد القوة منهم أساساً. قديش إحنا بنحاول ندعم، لكنه بالحقيقة طلع منيح، هن اللي عم بيدعمونا، هن عملياً اللي عم بيدعمونا. تخيل أنت أسير ماهر الأخرس الآن مضرب أكثر من 81 يوم عن الطعام. تخيل القوة هذه، تخيل الإصرار هذا، تخيل التضحية هذه. إحنا بنعيش الصدمة عن بعد بينما هم يعيشون في قلب الحدث ويمارسون العمل ويقومون بهذا النوع. على فكرة هذا الشيء أيضا ينطبق على الشعب الذي يعيش تحت الحرب وتحت القصف. بنكون إحنا مثلا خايفين على غزة أكثر بينما هم يعيشون الحدث الواقع ويقدمون أكثر من نحن في البعد المصدومين من بالضبط، بقوة، بإصرار، في 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 نوع من التحدي، في نوع من الصمود. وهذا الشيء يعني عن جد أنا أذهل كل مرة بفكر بحجم التضحيات اللي بيقدموها أسرانا. بحس قديش قضيتنا لن تموت أولاً، لأنه بعد في ناس شرفاء مستعدين يقدموا حياتهم، لقاء وحريتهم، لقاء أن يروا فلسطين محررة، وأنه أولادهم وأولادنا يعيشوا في فلسطين بحرية في بلدهم يزرعوها. امبارح كان في قطع لأشجار زيتون، مش قادرة أتذكر الرقم، هل قد فعل همجي ووحشي ويعني حتى يقدروا يمارسوا الفلسطينية عمليا حياتهم بشكل طبيعي زي أي شعب من شعوب العالم. نعم. طب هذا انت اشرت الى نقطه مهمه، انه يعني الجيل ما جاء الجيل والشعب ما زال يتذكر وهو على عهده. وكما قلت هناك فيلم على قيد الحب اسمه صح، يتحدث عن اللاجئين والمخيمات. كنت من فتحكي لنا عنه قبل ما نقدمه شوي بعدين مشان ندخل عليه. على قيد الحب هو فيلم اللي عمليا بدرت له أنا والدكتور نادر صالحة وقتها. وعمليا كانت الفكرة إنه في مئوية بلفور شو حنقول، لازم يكون في عنا مقولة. هذا رقم يعني 100 عام على وعد بلفور اللي عمليا وعد يهود بأرض مش أرضهم عمليا، وكان سبب رئيسي في نكبتنا كفلسطينيين. شو إحنا بعدنا منقول بعد هالقد أعوام؟ شو منقول إحنا؟ هل ما زلنا على قيد الحب لفلسطين؟ هل فعلاً الجيل الأول والثاني والثالث، كيف بيحس الجيل الأول والثاني والثالث للنكبة؟ شو عندهم؟ شو بيفكروا عن قراهم؟ فكانت التجربة هاي في مخيم الدهش الرائع اللي بتروح لهناك بتحس حالك في بيتك، في كل بيت هو بيتك. كمية الكرم والمحبة اللي لقونا فيها. وعملنا مقابلات مع الناس، سألناهم فيه أكم من سؤال. وأنا طبعا يعني قديش بعرف إنه أهلنا اللاجئين في كل مكان متمسكين بحق عودتهم لبلادهم الأصلية، إلا أني فوجئت بالوعي الموجود أيضا عند الجيل الثالث للنكبة. قديش في وعي عند الصغار اللي ولا مرة كانوا بالبلد ولا عاشوا فيها، بسمعوا فيها فقط من أبائهم وأجدادهم. هذا هي على قيد الحب، وهي مقولة الفلسطينيين لوعد بلفور ومن تسول له نفسه بأنه يعطي وعود وصقوق ملكية لفلسطين لا لمحتل آخر. وكذلك اللي هي سقوط مقولة أن الجيل الأول يموت والثاني ينسى والثالث أبدا يعني نعم. طيب نروح على الفيلم نشوف منه مقاطع ونعود لك فنانتنا. Thank you.
هذه فلسطين الاحتلال وبالأحرى الظالم بدون مشويها. أنا أنظرت أروح على هذيك البلد، إن راح اليهود أروح مشي عليها من هان. أنا خرجت من البلد دير بان سنة 1948، كان عمري 12 سنة. ما خلوش فيها ولا دار، نسبوها وخلوا دار مش معقودة فوق البلد بس من غير عمدان. وفي جنب البلد في جنب العين دار لعبد الرزاق، هذه ما أدوها شخري، خلوها زي التمثال يعني. أعطيك أنا حد ما طلعت من رأس أبو عمار، أمي زبلت الطابون عشان تخبز، قالت بكرة ولا بعدها بنرجع البلد. إسرائيل عذبتنا، واللي كان السبب بريطانيا الله لا يوريها خير. سبعين عام وأنا مشرد ومحروم إني أشوفها وأشوف أرضي. اليوم مبذورين في جميع أنحاء العالم شعب فلسطين. أخذتوا بلادنا وقعدتوا فيها وارتحتوا فيها، كمان إحنا في المخيمات ومش مالصين. أما هالحين إحنا هاي إحنا متعبين في إشي نفكر عليها. بيتنا أنا مش قادرين نزرع، والله بيتنا أنا مش قادرين نزرع. أقعد فيها بالمغارة بأخرش في زي الواحد زي بلده أرضى. والله طيب. أزور جامع زكريا، مدرسة زكريا. يعني الواحد ما في زي أرضه وبلده ويقعد في مغارة فيها. يعني هذه الكلمات الصادقة والنابعة من حقيقة شعور لمن عاش هناك ويريد أن يعود حتى ولو طوبوا له الدنيا زي ما بقولوا. صح. وكمان بس حبيت يمكن نسيت أنوه قبل إنه كل الطاقم اللي اشترك في تصوير وإنتاج وإخراج هذا الفيلم، عمليا ما كانش في إخراج لأنه إحنا صورنا الحقيقة، ما في عمليا إخراج، في رؤية معينة إخراجية بس فقط لا غير، كلهم متطوعين. المصور ياس أبو رحمة ووسام الجعفري ومحمد موسى في الموسيقى، عمليا الكل كل اللي اشتغلوا على هذا الهدية البسيطة كانوا متطوعين. وهذا الإشي الجميل، لقينا كل بيوت بتنفتح لنا، كل الناس بتساعدنا، كل الناس هالقد مبسوطة في وجودنا هناك في المخيم، مخيم الدهشة. ومن هنا نورس بدي أرسل تحية لكل أهلنا وين ما كانوا في كل أنحاء العالم، في مخيمات اللجوء في لبنان، في سوريا، في الأردن. وبحييهن على صوتهم وبقول لهم أني أهم القلاع اللي بعدها موجودة في قضيتنا الفلسطينية. يعني المخيمات هي الشاهد الذي لا ينتهي حتى العودة، هي تلك الشواهد الأبدية على العدالة القضية حتى العودة وإعادة هؤلاء اللاجئين بغض النظر أي جيل صار. طيب إحنا مشان نكسر الحاجز، بعد ما كانت آهاتك ترافق الفيلم، من أن نسمع نيالك ما دبالك يا فنان الفلسطيني، مشان بعدها نناقش قضية أخرى العلاقة بالفن، هل هو لأجل الفن ولا الفن لأجل القضية، وهذا الحكي الكبير خاصة أنه إحنا يعني مشغوفين بفننا بتقديم قضيتنا. نسمع نيالك ما دبالك ونرجع. Thank you.
أنا ذويت، أنا ذويت وجبت السعد لأنها من أروع ما يعني ما غنيتم فنانتنا سناء موسى. طيب الفلسطيني والفنان الفلسطيني كاتب الحارب القضية يعني، وحتى صانع الأفلام والكاتب، طيب أين الفن؟ مادام بس ما نحكي، طب جميل وهذا جميل، لكن يقول هناك من يعاب عليه أنه إحنا يعني نجور على الفن على حساب القضية، كيف تردين؟ لا نجور على الفن عشان يعني عشان بس يعني أساس في التزام بمحاور معينة بالأفلام وبالأغاني قصدك؟ لا بس بنحدد مساحتنا يعني بس قيد. طيب خليني أحكي لك شو أنا بفكر. أنا بفكر أول إشي إنه حتى أغنية حب جميلة هي أغنية وطنية، بدي أحكي لك ليش كمان، لأنه أول سلاح أو أول عملياً أول شيء بيحاول يعمله المحتل ضد الشعب اللي احتله هو تجريده من إنسانيته، إنه هذا وحش، هذا مش إنسان، لا يستحق العيش، لا يستحق حقوقه، لذلك مسموح لنا نتعامل معه بهاي الطريقة الوحشية، بهاي الطريقة بهاي الطريقة الظالمة، بهاي الطريقة المسيئة، وبهاي الطريقة الشاعر، وبالتالي نستطيع أن نراه كإنسان. بالضبط. فبالتالي لما أنت بتحكي عن شيء بيعبر عن أجمل شيء في الإنسانية اللي هو الحب، طبعاً بشرط أن تكون الكلمات ذات قيمة، تكون عميقة، متعالية، متسامية. بالضبط، يعني مش الأغاني، مش الكلمات العجيبة اللي بنسمعها هاليومين، يعني كلمات مهرجانات عجيبة عجيبة، تشبيهات، استعارات فعلاً عجيبة، يعني يذهل الإنسان من هول الاستعارات اللي بيشوفها ومن من من سخافتها عملياً. ولكن يعني لما انت يعني فبالتالي اذا الانسان بيعمل الاشياء اللي بيحبها والفنان بيعمل الاشياء بجديه لانه هو يمثل بلده وين ما كان، زي ما الطبيب والمهندس والسياسي وال يمثل بلده في كل، والفنان يمثل بلده في كل ساحه وفي كل مكان، وعليه مسؤوليه، هناك مسؤولية يعني ملقاة على عاتقه زيه زي أي مواطن في البلد، زي أي حدا بيمثل البلد. ولكن أنا متأكدة أنه أغلب فنانين الفلسطينيين
النكبة والعودة والتهجير والاستبداد والظلم هو جزء من هواجسهم، وبالتالي الفنانين بيغنوا عن هواجسهم، بيحكوا عن هواجسهم، أكيد مش رح يعني يحكوا عن أشياء مش جزء من شو بيشغل بالهم يوميا. فبالتالي هو الذي يتقن الحديث عنه، الذي يعتمل في داخله، كل هذا يؤدي إلى دوافع لأجل أن يتجلى على شكل منتج. شو حب أحلى من حبنا لأرضنا ولبلدنا ولناسنا؟ كيف الناس بحبوا بعض بالبلد؟ شو في أحلى من هيك تغني عنه؟ يعني مش فاهمة إيش في مواضيع اللي إحنا ظالمين فعلا فيها حالنا. أنا مش شايفة هذا الظلم، وين الظلم الواقع علي كفنانة فلسطينية بإني بنوعية الأغاني؟ أنا بالنسبة إلي هذا فخر وشهادة، وهذا يعني نعمة من الله إنه أنا قدرت أتعرف على هاي الكنوز. أنا فخورة بإنه أتيحت إلي الفرصة إنه أقدم تراث شعبي، وإنه أقدم أغاني شعبي، وأقدم قصصنا اللي بتثبت وجودنا على أرض فلسطين، على أرض كنعان، منذ آلاف السنين قبل أي دول وقبل أي حكومات. تزيد معرفة كمان دواتنا اللي لازم لما تعرف نفسها أكثر تؤمن بما هي عليه من عظيم قضية، وما هي عليه من عظيم مسؤولية، وما عليه من عدالة، وما عليه يعني هذا كله يعزز فيك فلسطين أصلا الصمود والاستمرار. عن شو كنت يعني ممكن تحكي نورس؟ عن شو كان ممكن تحكي أنت ما قادر تحكي عنه لأنك مشغول في قضيتك الفلسطينية؟ شو هو المحور فعلا؟ مش قادرة أتخيل، لأنه عن جد بتراثنا غنينا عن الحب وعن الكراهية وعن الموت وعن كل شيء، وعن انتمائنا للأرض وعن حبنا لإلها وعن المقاومة وعن الثوار وعن الرجولة وعن الجمال، غنينا عن كل شيء. شو وين الظلم الواقع علينا؟ أنا مش قادرة أشوف صحة هذا الادعاء، وبآمن إنه الفن إذا بتحركوا قضية، يعني أكيد في كتير أصوات حلوة وخامات حلوة اللي ما فيها تستمر أو لا يمكن أن تستمر لأنه ما عندها رسالة تقدمها، أو إنه ما عندها هذا الدافع أو هذا المحرك القوي. يعني إحنا محظوظين إنه خلقنا بفلسطين، يمكن حياتنا مش سهلة، أكيد حياتنا مش سهلة. أنا عشان ألتقي بالفرقة الموسيقية تبعتي صار أسهل نلتقي برا لبنان لبلاد من ملتقي بفلسطين، لأنك تجمع فيني من الجد ومن المثلث ومن الضفة الغربية، صار يعني قصة هاي. إذا كمان في فلسطيني من مخيمات اللجوء فمستحيل كمان نقدر نشوفه غير في الخارج. هل أدي حياتنا اليومية معاناة، تواصلنا فيه معاناة، ولكن حتى نار هاي البلد جنة، وهاي هي اللي بتعطينا الدافع والقوة والإصرار إنه نقدم أكثر ونعمل أكثر، على عكس الناس والشعوب اللي عن جد مش عارفة شو تعمل بحياتها اليومية. يعني مش عارفة شو في أجيال كاملة برأيي عم تضيع، يعني لأنه فيش فعلا يخاطبها ويحركها بشكل صادق في داخلها، وبالتالي ما في طلب نحو يعني البحث هذا، حتى البحث المعرفي، البحث الفني، البحث أن تعبر أو كيف تعبر عن ذاتك. طيب فنانتنا وطبيبتنا الباحثة في علم الدماغ، في علم الدماغ يعني أعصاب ما شاء الله عليك، يعني مع أنه لما نفتح نبحث عنك أنت من جديد بلش تغني نسبيا يعني باعتبار المسيرة الفنية، لكن قدمت فيها كثيرا وكنت صوت فلسطين الحاضر والقوي والجميل واللي بنحب دائما نسمعه. وإذا بتذكري كنا بنحكي أنه هاي السهرة بدناش تقعد أكثر من نص ساعة، إحنا قعدنا 50 دقيقة ويعني وما شعرنا بنكون سهرنا جمهورنا زيادة وقت، فحقوا علينا. ولما تشرفت فيكي وشكرا لوقتك. أحكي لك أنه شكرا لكم لوجود نماذج مثلكم، جميع كل الطاقم اللي بتتعامل معكم هالقد في جدية ورغبة في العمل. وبدي أشكر كمان ربا الأطرش اللي وصلتني فيك وعملت جهد كتير كبير لوصلتنا في بعض. الآن في مهرجان أفلام لتوثيق المخيمات الفلسطينية أيضا في يعطيكم ألف عافية على كل الجهد اللي عم تعملوه. وهذا الشعب، نحن شعب لن يهزم طالما في عنا طاقات
مبدعة وطاقات جميلة ونفسيات رائعة زي اللي شفتها واللي تعملت معها. شكرا لك، شكرا لك، وشكرا لجمهورنا. لمي وصلت الآن إلى نهاية سهرتها اليوم المميز جدا، كانت مع فنانتنا سناء موسى. شكرا لتواجدك ولكل هذا العطاء، ونشكر الجمهور المتابع، ونشكر وهي منصة منصتكم، وإن شاء الله دائما نوعدكم يكون معنا دائما نماذج جميلة يحتفى بها مثل فنانتنا سناء موسى. تحياتي لكم، يعطيكم ألف عافية أستاذ سامر نورس، تصبحوا على خير.